بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الانسان ذاهب الى بيته الابدي. الانسان ذاهب الى بيته الابدي. عاوز ابتدي كده بطريقه مختلفه شويه، اقول ايه؟ اللي منكم هاجر او غير مثلا شقته بشقه اكبر، غالبا في الفتره اللي بيغير فيها سكنه أو بيهاجر كان في مشاعر متضاربة جواه. أولا الموضوع ده غلبة، يعني النهارده بالذات عشان تعمل شقة جديدة وتوضبها ممكن تاخد سنة. قابلت حد قال لي خدت 20 سنة أوضب في الشقة، فأنا قلت أقول لكم الموضوع ده 20 سنة كان يوضب للسماء أسهل. هي الفكرة إيه؟ طبعا 20 سنة مش كل يوم بيروح الشقة ويوضب، لا، إنما هو خلي بالكم اللي عاوز اوصله في الباك مايند طول الوقت في ال20 سنة هو فاكر انه بيحاول ينقل. ممكن اتعطل كام سنة في حاجة وراح السباك بوظ لي الشغلانة فعادها تاني ومش عارف النقاشة ايه والشغلة الصعبة دي. برضو اللي بيهاجر بيفضل على الاقل 3 شهور قبل ما يهاجر لو قدر يبعت حاجات، بعدين يخلص ورق، بعدين يشوف هياخد ايه ومش هياخد ايه معاه، وبعدين لما حاجة تبص في بيته يقول خلاص مش مهم ما احنا هنسافر، فيبتدي ايه ما يركزش قوي في بيته هو لان عينه على البيت الجديد. النقلة دي من بيت لبيت ربنا بيساعدنا عليه. فسليمان سمى النقلة دي الانسان ذاهب الى بيته الابدي. في مشروع هجرة، في مشروع تغيير البيت لكل واحد فينا، والمشروع ده مش يحتاج بقى سنة شغل، يحتاج العمر كله. بس احنا ما بنبقاش فاهمين الفكرة دي. احنا عايشين في الشقة بتاعتنا اكسبنا ومبسوطين، والحاجة بتبوظ ونصلح، الواحد يمرض ويتعالج يمرض ويتعالج، وبعدين تلاقي في حاجات بتمرض ما بتتعالجش تسلم برضه، وبعدين تمرض حاجة تاني وملهاش حل، تاخد مسكنات وأدوية لكن خلاص يعني ايه هتفضل كده في عطل يعني، وبعدين تلاقي ايه الشقة عجزت منك مفيش فايدة، هنعمل ايه؟ أتاري ربنا بيعمل ده كله عشان تبتدي تفكر تنقل بقى، تنقل تبقى جاهز نفسيا انه لا، احسن الواحد ينقل لبيت جديد او لبلد جديد. سليمان هيشرح لنا دلوقتي الخطة الإلهية في تحضير النفس البشرية لدخول البيت الأبدي. إن ربنا عشان ينقلنا النقلة الكبيرة قوي دي اللي هي المشروع اللي شغله طول الوقت، هو مش شاغلنا المشروع بس شاغل ربنا البيت الأبدي، ده الهدف. إحنا عندنا البيوت الأرضية شغلان، لكن ربنا اللي شغله طول الوقت البيت الأبدي، فبيبتدي يساعدنا نفسيا إن إحنا نتأهب ونتجهز للنقلة الكبيرة دي. تعالوا نشوف بقى النص اللي قاله ده آخر إصحاح في الجامعة لما جاب سيرة البيت الأبدي، كان خلاص على مشارف الانتقال، كان نقل أغلب حاجته على السماء وبيودع يعني. يقول فاذكر خالقك في أيام شبابك، وهو ماشي، عارفين بقى اللي بتبص على شقتها بعد ما فضيت قبل ما تقفل البيت بقى خلاص ويتركن البيت، فبتراجع كده، وهنا الكورنر ده له ذكرى والمكان ده له ذكرى والمكان ده له ذكرى، وطبعا ذكريات بعضها حلو ذكريات بعضها مش حلو. فالذكريات اللي مش حلوة بتخلي الواحد يقول في باله ايه، يا ريتني يا ريتني كنت عملت كذا، بس خلاص. فهنا يا ريتني ما بتفيدناش، انما ممكن تفيد مين؟ تفيد اللي بعدنا. تاني يا ريتني بصراحة كلام ما يفيدش، انما لما تقوله لابنك لا يفيد. ليه؟ لان هو لسه فيها. فسليمان هيعمل كده. سليمان قعد يتحسر على عمره 11 اصحاح وقال انا ضيعت عمري، ما تقولوليش حكمه، ما تقول انا ما عملتش اللي المفروض كنت اعمله، بس عاوز اسيب لكم نصيحه، انا كبرت وماشي، كبرت وماشي وعملت البدع كلها وغلطت في حق ربنا وربنا ستر ورجعت له، بس كان ممكن اقضي حياتي احلى من كده،
فعاوز اقول لكم بقى نصيحة العجوز الحكيم اللي شاف الدنيا بمباهجها ومآسيها. يا ابني اذكر خالقك في ايام شبابك، خلي ذكرياتك وانت ماشي ان الدنيا دي كلها حلوة، خلي كل كورنر في حياتك، كل سنة في عمرك ليها ذكرى جميلة. ما تخليش في سنين عاوز تخبيها من ربنا وانت داخل على ربنا، ما تخليش في اماكن في حياتك ديليتد عاوز تغطيها. اذكر خالقك في ايام شبابك قبل، هيبتدي يتكلم عن نفسه بقى، فاهمين؟ يبقى دي رسالة العجوز الحكيم اللي معش عارف يقولها لنفسه، خلاص هو ملحقش، هو في شبابه او جزء من شبابه ضاع، هدر، ضاع في لخبطة كتير. فعاوز ينبهنا يقول لنا لو الواحد يعيد له الشباب تاني ليت الشباب يعود يوم، لو الواحد يعيد القصة من أولها تاني كنا ممكن نعمل ونعمل ونعمل. طيب ما هو كلام ما ينفعش دلوقتي، بس ينفع مع ناس تاني، ينفع مع أولادنا. قبل أن تأتي أيام الشر، هنا الشر مش بمعنى الخطية، بمعنى التعب أو الألم أو العجز أو المرض، وكلمة شر ساعات تيجي كده في الكتاب، أو تجي عشان يشرحها السنون الاستقول ليس لي فيها سرور. يعني في الأول في الشباب الإنسان بيبقى بيجري وكل حاجة ليها طعم، الفسحة ليها طعم والحرب ليها طعم والستراجل والتشالنجز بعدين لما بيكبر شوية، لما بيعجز قوي تحس إنه يعني ما بتفرقش، أكلة حلوة مش أكلة حلوة، فسحة حلوة مش فسحة، يعني سنون ليس لي فيها سرور، مفيش الحماس الأولاني، مفيش الرغبات الأولانية، خلاص السنين كده. وطبعا ده جزء من الخطة، ليه؟ عشان لما يقولوا له طب تنقل يقول ننقل مفيش مشاكل. يعني في الشباب بتبقى النقلة صعبة قوي، لما تقول لشاب تعالى السما يقول لك سما سما ايه، انما لما تقول لواحد زهق من الارض وخد اللي فيها وما بقاش فيها حاجة ليها طعم تقول له ما تيجي السما يقول يا ريت مفيش مشاكل. فاذا ربنا حاطط في خطته ان اغلب البشر يمشوا في السكة دي، اغلبهم طبعا، ربنا مش بيثبت قاعدة واحدة. قبلما تظلم الشمس والنور والقمر والنجوم، يعني ايه؟ حاجة ورا حاجة عمالة تظلم، يعني ايه؟ المباهج كلها اللي في الحياة عمالة تقع واحدة ورا التانية، الشمس النور القمر كله عمال يطفي. ترجع السحب بعد المطر، يعني ايه؟ تعرفين لما السحاب يغيم زي دلوقتي تمطر، فاحنا نتوقع ايه بقى؟ الشمس تطلع والجو يتحسن والدنيا تفك شوية، وبعدين تفاجأ بعد شوية ايه؟ السحب رجعت تاني، ايه ده الشغلانة دي؟ فاهمين؟ يعني الحكاية بقى ايه؟ هتفضل مغيمة على طول شكلها. فترجع السحب بعد المطر، يعني كل شوية طول حياتك تقول هتفك، تفك شوية ترجع، تفك شوية ترجع، شكلها مش هتفك بقى خلاص. في يوم يتزعزع فيه حفظة البيت، يعني كل البيلرز الأعمدة والأساسات وما يتكل عليه الإنسان من صحة من عقل من مركز من ناس من علاقات كله تزعزع. كنت بتثق في ذكائك، الذاكرة مش سعفاك دلوقتي، كنت بتثق في مركزك خلاص معاش من بدري، فتزعزعت حفظة البيت وتتلوى رجال القوة، يعني كل اللي كنت قوي فيه بقى يقع بقى يتلوى، والناس اللي كنت شايفهم أقوى ناس زي حالاتك كلهم تعبوا. وتبطل الطواحن لأنها قلت، طواحن يقصد بيها الدروس اللي بتطحن الأكل ما عادش فيه، فلازم الواحد يأكل على مهله. وتظلم النواظر من الشبابيك، طبعا ليها معنيين، معنى العينين اللي دبلت مش بالعافية شايفة، ومعنى كمان الحماس بتاع انك عاوز تشوف عاوز تلف في الدنيا وعاوز تتفرج ما عادش فارق. وتغلق الابواب في السوق، يعني ايه؟ ما فيش حد بيروح السوق، تصور مدينة مسنين كلهم فوق التسعين، طب السوق هيشتغل ليه؟ ما حدش هيروح ويشتري، فبالنسبة لك السوق بابه قفل، يعني حتى المشوار ده بقى تقيل. حين ينخفض صوت المطحنة، المطحنة كان زمان يا جماعة الناس تخبز في البيوت وتطبخ في البيوت، ما كانش في حاجة اسمها خباز ولا فران ولا كلام كده، فتلاقي البيت من 5 الصبح صاحبة البيت تقوم تخبز وتعمل وتلاقي فرك وهري وصوت عالي
في بيوت بقى الناس الكبار قوي تلاقي نوم نوم، تلاقي الصوت يقول لك يقوم لصوت العصفورة، العصفورة عاملة دوشة، إنما المطحنة مطحنة عطلت من بدري. المطحنة دي لما يكون فيه حيوية وشباب وتحضيرات. إنما خلي بالكم من الأدب اللي بيقوله سليمان. سليمان كأديب كفنان كحكيم بيوصف الشيخوخة وهو عايش فيها، ويوصفها على فكرة وهو مش متضايق، هو بس طبعا بيتحصر شوية على الشباب، لكن هيبان قوي في نغماته إن هو مش متضايق، بس عاوز يدي رسالة للشباب، كده كده الشيخوخة جاية، الحقوا اتمتعوا بشبابكم صح. صح يعني ربنا، اذكر خالقك في أيام شبابك، أي حاجة تاني مش صح أو مش هي الصح. يقوم لصوت العصفور يعني خلاص بيقلق، نومه خفيف قوي دلوقتي، إنما الشباب يحط لو كان في مطحنة بتشتغل ما بيسمعش. وتحط كل بنات الغناء، يسموا الأحبال الصوتية بنات الغناء، فالأحبال الصوتية اللي كان بيرتل ويغني وصوته طالع وكان بآخر الدنيا خلاص اتحطت. وأيضا يخافون من العالي، يخافون من العالي يعني لما يكونوا 3 سلالم يقعد يحسبها، فكر فيها كويس، وهطلع برجلي اليمين ولا رجلي الشمال، طب اخد نفسي وشغلانة، احنا ما بنحسبش، نطلع السلالم جري ودور ورا دور ومش واخدين بالنا، انما لا الكبير بيحسب، يحسب الخطوة ويقول لك لا مش هقدر اطلع دول 3 ادوار. ما وفي الطريق اهوال، يعني يعول هم المسافات ويعول هم الطريق. واللوز يدهر، اللوز من النباتات اللي تطلع من غير مجهود كبير، مفيش جناين يعني، تطلع الحكاية لوحدها، فلما اللوز يزهر يعني يعرف ان الموضوع ايه بقى ماشي لوحده. والبعض بيقول الشعر الابيض يعني يطلع كله. والجندب يستثقل برضه في معنى بعض المعاني، ده دي نباتات خفيفة قوي كده انما تبقى تقيلة عليه وهو شايلها او مش قادر ياكلها. والشهوة تبطل، الشهوة تبطل دي اللي كنا بنحكي فيها، ان الشهوات الارضية كلها المباهج دي مش فارقة. ليه ده كله؟ ليه الموضوع قلب كده؟ لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي. ليه؟ لأن إحنا بنعزل، إحنا بنهاجر، إحنا بننقل، فمشروع العزال لازم واحدة واحدة كده، نقلت السفرة، نقلت أوضة النوم، نقلت مش عارف أدوات المطبخ، نقلت الورق المهم، شلت الإدراج اللي إيه، اللي مش عارف الدولاب ده خليه بقى ده قديم مش مهم ننقله. فالموضوع عمال كل نقطة من دول معناها انك انت بتقفل على حاجات قديمة كده. ليه؟ لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الجديد، بيته الأبدي. الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي. بعض الناس كانت تعتقد أن العهد القديم مفهوش فكرة الأبدية. لا طبعا، هو في حاجة اسمها نعيش من غير أبدية؟ لا، ده سليمان الحكيم بيقول للبشرية قبل المسيح بـ1000 سنة، دي سمة، دي حياة البشر كده، الإنسان لازم يسافر على بيته الجديد. والنادبون يطوفون في السوق، يعني إيه؟ الإنسان من دول يعزل، مفروض يتقال له إيه؟ مبروك، ونروح نهنيه بيته الجديد. إنما في الدنيا يعملوا إيه؟ الندابة يشتغلوا. لما الواحد يعزل الملائكة هم اللي يهنوه ويباركوا له ويزوروا في بيته، إنما على الأرض يقعدوا يندبوه. فهو سليمان بيسخر يعني، يبقى الإنسان عزل وهاجر وترقى، وللأسف على الأرض النادبون يطوفون في السوق. قبلما ينفصم حبل الفضة أو ينسحب كوز الذهب أو تنكسر الجر على العين أو تنقصف البكرة عند البئر. طبعا دي أدوات أدبية لوصف الفكر، يعني إيه؟ الملوك اللي زي سليمان يشربوا في كوز ذهب، إنما لما يفضل كوز ذهب 30 سنة 40 سنة يصدي أو يبوظ أو يتكسر، فلما يتكسر هو يحس إنه عجز، ياه ده بقاله كتير قوي معايا. فالحاجات اللي المفروض تعمر لما تبتدي زمانها يخلص بتبقى مسجات للشخص، الواحد بيحس اه ده احنا كده قربنا. تنكسر الجرة على العين، الجرة دي اللي كانوا بيجيبوا بيها المية من العين، مية وبتاع اتكسرت. والبير اللي بنشد بيها بالبكرة، عارفين البير يعملوا بكرة
ويعبوا ويطلعوا. يقول لك البقرة اتقصفت، حتى البقرة اتقصفت، فاهمين ازاي؟ يعني كل حاجة عجزت حواليه، كل حاجة ابتدت تقف، كله ابتدى يقف. دي معاني، معلش انا عارف الكلام، اتمنى تروحوا مبسوطين. انا معرفش ليه بحب الحتة دي، عجوز. فيرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاه. إذا كنت ماسك في التراب يبقى الكلام ده هيضايقك أوي، إذا كنت تبع الله يبقى الكلام ده هيبسطك أوي. يرجع التراب إلى التراب كما كان، يبقى طبيعة الجسد هيروح فين؟ للتراب اللي طلع منه. طب طبيعة الروح هتروح بس لله الذي أعطاها، مفيش موت ولا هك، ده الترقية، ده البيت الأبدي. باطل الأباطيل تاني، قال الجمعة الكل باطل. يعني إيه؟ من ناحية النص الأولاني يعود التراب إلى الأرض، فعلا طلعت قصة خلصت خلاص، باطل الأباطيل. إنها بالنسبة للروح الذي أعطاها، لا ما خلصتش. تعالوا نعدي على كم فكرة كده عشان نطلع بمعنى. عادة لما الواحد بيشتري بيت جديد بيروح يشوفه الأول، أو ساعات يشتري أرض ويعمل ديزاين ويتخيله، بس كده؟ يعني يا إما بتشتري بيت جديد جاهز، يا إما بيترسم لك رسمة كده وتقول ده الديزاين اللي هتسكن فيه. إحنا محتاجين قوي عشان نحب السماء يا نشوف السماء، يا على الأقل يتعمل لنا ديزاين للسماء، فنشتاق بالتخيل يا هيبقى شكلها حلو، هي لسه أرض. في الغالب احنا ماشيين مع التاني، قليلين قوي اللي ربنا فرجهم على السماء، قليلين زي بولس وزي يوحنا وزي بطرس، في ناس شافت عشان تتحمس. انما اغلب البشر الحكاية بالإيمان، واحنا مجربين الإيمان حتى في الحياة العملية. يعني انت رحت الأرض كده كلها شوية زبالة وشوية كراكيب، يقولوا لك هنا هتبقى الفيلا بتاعتك، فين دي؟ مفيش دلوقتي، على ورق كده. طب ومال؟ يوروك رسمة جميلة أوي، يضحكوا بيك عليك طبعا، إيه؟ ويقولوا لك ده اللي هيبقى شكلها بعد إيه؟ 10 سنين مثلا. فأنت بتعيش الحلم من الديزاين اللي قصادك، تروح مبسوط أوي، وهو كله كلام على ورق. الحقيقة إحنا عايشين كده، إحنا عندنا كلام على ورق، بس الديزاين اللي حطه الإنجيل مش كذاب. الإنجيل وصف لنا الأبدية، قال لنا قد إيه جميلة، كفاية تشوف ربنا طول الوقت، مفيش حاجة اسمها جوع، مفيش مطبخ في السماء، مفيش أكل وشرب، مفيش نور، مفيش شمس، مفيش حر، مفيش برد، مفيش تكييف لأن الجو حلو على طول، مفيش دوشة، مفيش كل حاجة مضايقاك على الأرض في بيتك القديم اتلغت. طبعا تبقى أنت مبسوط لما بتنقل من بيت لبيت، بتتفادى النيجاتيفز اللي طلعت عينيك قبل كده، كل حاجة ضايقتك قبل كده مش موجودة في بيتك الجديد. كل ده يخليك متحمس. فعلى هذا الديزاين، على هذا الأمل، على هذا الرجاء تبتدي تعيش وتحضر نفسك وتحوش للبيت ده وهكذا. يبقى احنا محتاجين نختار الفكرة دي، يعني يبقى ده البلان اللي جوانا فعلا، ان احنا هنسافر، هنتنقل، هنعزل، هنهاجر، زي ما تتسموه. عادة الواحد بيدفع عربون بقى. الحقيقة في واحد طيب قوي دفع العربون، ربنا يسوع له المجد، لأن بيوتنا تعبانة قوي، راح اشترى لنا بيوت شيك قوي، وقال أنا اللي هكمل، هدفع للآخر وعد لكم مكان. فهو دفع العربون، اتحجز مكان باسمك خلاص في التقسيمة اللي هناك، والديزاين معمول وكل حاجة، وهو اللي هيدفع للمقاولين. فانت بس عليك تتابع، الموضوع بسيط يعني. المتابعة دي بقى مهمة ليه؟ لأنه أنت طول النهار بتشكي. طب ما هو الشكوى وأنت بتشكي بتفتكر هانت، واخدين بالكم؟ يعني كل شكوى تيجي في قلبك على طول مخك يرد على نفسك ويقول لك إيه؟ هانت. بيتك الجديد ما فيهوش كده، ما فيهوش الصداع ده، ما فيهوش الوجع ده، ما فيهوش المرض، ما فيهوش الخوف، ما فيهوش القلق، ما فيهوش حد يخون حد، ما فيهوش حد يخدع حد، ما فيهوش الجسد اللي بينقح عليك، ما فيش. فاذا انت بتصبر نفسك طول الوقت بفكرة البيت الجديد. الانسان ذاهب الى بيته الابدي، ده اتجاه الانسان.
أراد أو لم يريد. على فكرة الكلام ده يمشي على الأبرار والأشرار، في بيت أبدي هنا وبيت أبدي هنا، هؤلاء يقومون للإصدراء الأبدي، دانيال يقول كده على الأشرار، وهؤلاء للنعيم الأبدي. الشاطر بقى يبتدي ينقل، يبتدي ينقل، يعني قالوا لك الاستراكتشر طلع وبتاع والدنيا بقى لها شكل، يقول طب أنا عندي بس أوضة قديمة اشتريتها عاوزة أبقى انقل، ماشي هنخزنها لك هناك. إذا في حاجات ممكن تبتدي تتنقل، ده التعبير اللي قاله ربنا يسوع، قال لا تكنزوا على الأرض، اكنزوا في السماء. من دلوقتي؟ اه من دلوقتي. ينفع؟ ينفع. مش في حاجة محجوزة باسمك؟ يلا. طب إيه أحوش إيه؟ كل حاجة ممكن تحوشها هناك. يعني إيه؟ أفكاري مثلا؟ اه ممكن. لما السماء تشغلك يبقى أنت بعدت شوية من أفكارك للسماء، بدل ما مخك 24 ساعة يفكر في الأرض. هنقفل بعد شوية أرض، إيه كفاية، خلي مخك يفكر ولو شوية في السماء، حوش جزء من تفكيرك للسماء. لما مثلا علاقات، العلاقات اللي بتحكمنا عادة العلاقات اللي تنفعنا في الدنيا، اللي هي المصالح، تعرف البهوات، الناس الكويسين اللي يسهلوا لك، ماشي هنفوتها لك دي عشان الدنيا لزوم اليومين دول. طب ما فيش علاقات تنفع لفوق للبلد الجديدة؟ تنفع جدا. شوف بقى كل عمل الخير، كل الغلابة اللي مش هينفعوك هنا ينفعوك هناك، كل المحتاجين دول تبع هناك، دول جزء، دول كنوزك هناك، كل أعمال الخير، كل الفضائل، كل ده من حساب هناك. فاللي بيبتدي ينقل، الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي والفكرة واضحة في ذهنه، بيبتدي يحوش من شبابه. عشان كده بيقول اذكر خالقك في أيام شبابك قبل ما تأتي سنون تقول ليس لي فيها سرور. مع أذكر خالقك هنا يبان أن الواحد نسي ربنا في شبابه، ودي غلطة مشهورة، يعني أن أغلب الناس في عز شبابها بتبقى هي اللي بتمشي الدنيا، بيبقى كل واحد له أحلامه، وغالبا أحلامه بعيدة خالص عن البيت الأبدي، مش جاي في باله خالص البيت الأبدي، وربنا طيب باله طويل، بيسيبنا نقعد نبرطع في الدنيا 20-30 سنة كده كأننا هنعمل اللي ما تعملش، لغاية ما الواحد يكتشف انه الله، ده مش هو ده الهدف. فاذكر خالقك، يعني افتكر اللي خلقك وعملك عشان تسأله، هو انت عملتني ليه؟ هو المشروع اساسه ايه؟ هو انا موجود هنا ليه؟ يقول لك بصراحة عشان تروح البيت الابدي. انا خلقتك عشان موضوع البيت الابدي. لو سألت نفسك ربنا خلقك ليه؟ بصراحة عشان تعيش معاه للأبد. كل اللي انت بتحطه أهداف على الأرض ده مش هو الهدف اللي ربنا عملك عشانه. فلما بتكتشف خالقك في عز شبابك بترجع تسأله، طب بما انك عملتني أعيش ازاي؟ عاوزني أعمل ايه؟ الهدف من حياتي ايه؟ على طول هيقولك البيت الأبدي اللي الناس كلها ناسية، ده الهدف، اطلبوا اولا ملكوت الله وبر، وهذه كلها تزاد لكم. من هنا الواحد يبتدي يشتغل، الصلاة دي تبع السماء، الصوم ده تبع السماء، عمل الرحمة تبع الحياة الأبدية، كل ده لحساب السماء. قبل أن تأتي أيام الشر، يعني إيه؟ هيجي وقت، ربنا يديله الصحة، أحد الآباء الكبار كان يقول إيه؟ أنا دلوقتي بحاول استغل كل دقيقة في الافتقاد، لاني عارف ان صحتي ابتدت تقل، بكرة مش هقدر ازور الناس، فبلحق، عجبني التعبير ده، بلحق رجلي قبل ما تقع مني. بتلحقهم يعني ايه؟ الحق ازور اكبر عدد. ده بيحاول، ده واحد بيحاول قبل ان تأتي السنون. في واحد يقول ايه؟ انا عناية هتضعف، الحق اقرا وذاكر الإنجيل واحفظ عشان بعد كده مش هعرف أقرأ. واحد يقول إيه؟ أنا عاوز أخزن عشان إيه؟ لما أكبر ومخي يبقى مش مركز، يبقى كل التخزين كويس، فحتى لو سرحت أسرح في حاجة كويس. زي ناس تبقى داخلة على العمليات وكل اللي قلقها إيه؟ حكاية التخدير دي، هقول إيه وأنا طالع من عقبة العمليات؟ مين هيكون واقف؟ لحسن تبقى مصيبة أقول حاجة كده ولا كده. إنما بعض الآباء يقول لك طالعين من أوضة العمليات قداس،
يعني هو في التخدير، هو في البنك بيشتغل قداس، ما هو ده اللي في دماغه، واخدين بالكم؟ فبيقول حتت من القداس، يقول ألحان، يقول آيات. كم مرة أبونا تدرس حكى لنا حكاية جميلة، يقول لك رايح، قالوا له في واحدة في الإنعاش روح زورها. فراح يزورها، فهي كانت سيمي كوماتوست كده، نص غيبوبة، فعمالة تقول الفلوس، اللي مش عارف الأرض، كله كلام كده. صلى لها وخلاص، ما مش دريان. راح لست تانية، قالوا له الست التانية في السرير اللي جنبها برضو نفس الحالة، عمالة تقول الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء. دي مخزنة ايه ودي مخزنة ايه؟ ما هو العقل الباطن طلع، فاللي عنده فلوس وعنده أرض وعنده مشاكل وعنده بتاع، ده اللي طلع. تفتكروا الفرز صعب بعد كده؟ وده هنا طلع كله كلام. فربنا الشهوة تبطل، من الكلمات اللي قالها سليمان الشهوة تبطل، يعني اللي كان واخد عقلك قوي وبيحركك قوي كده كده هيقف لوحده، هيهدى لوحده. انت بتجاهد دلوقتي معاه في شبابك، انما هيجي وقت الحاجات دي تهدى لوحدها. انما المهم ساعتها هل هناك شهوات بديلة؟ ليه بيقول الكتاب ان اللي يمشي مع ربنا ما يعجزش؟ فعلا اللي يمشي مع ربنا ما يعجزش، لانه بيستبدل شهوة بشهوة، رغبات برغبات. مع العجز الرغبات تقل، بس ما فيش عجز بالنسبة للروحيين، لان في رغبات اخرى شغلاهم طول الوقت، رغبات جديدة. فهنا ما يهمكش لما الشهوة تبطل، لان في شهوات اخرى دخلت، في حب الناس وحب ربنا وحب الخير. النادبون يطوفون في السوق، يعني ايه؟ يعني تتفرج على الدنيا تلاقي فعلا هي كده، شوية سوق مفتوح والندابة بيلفوا فيه، الشغلانة اللي ملهاش آخر. يعني ايه؟ اي شغلة ممكن تبطل، دي ما بتبطلش لان الموت ما بيوقفش. فالنادبون يطوفون في السوق، يعني في ناس كانوا زمان الندابة دول اللي هم يعني يأجروهم عشان اليوم ده يعني، فدول ما حالهم ما بيقفش ابدا. فيبقى الواحد دايما بيفكر، طب انا امتى؟ طب انا قربت؟ طب انا جاهز؟ طب انا بنيت البيت الابدي مع ربنا؟ طب انا حضرت للبيت ده؟ طب انا انشغلت بيه؟ تنقصف البكرة عند البئر، اي بئر. ما هو في واحد قاعد في بئر طول الوقت عمال يشد في مية بتاعت الدنيا، بتفكرنا بكلمة ربنا لما يقول ايه؟ كل من يشرب من هذا الماء يعطش. فانت طول العمر بقالك 60 سنة البكرة بتطلع مية من بتاعت الدنيا، ايش فلوس وايش مركز وايش كلام على الناس وايش. طب ما فيش مية من النوع التاني تحوشها؟ من يشرب من الماء الذي اعطيه انا لن يعطش الى الابد. مش انت عاوز ده؟ المية الحلوة دي بقى، والبكرة دي اللي هي الحركة اللي بتطلع المية، الشغل يجيب مية الدنيا، طب الصلاة تجيب مية ربنا، المصالح والمشاكل والمعارف ده يجيب مية الدنيا، ايه اللي هيجيب مية ربنا؟ تنقصف البكرة، يعني هيجي وقت حتى لو بير ماء حي البكرة هتتكسر، الصلاة هتقف، هيجي وقت حتى عمل الخير هيقف. فكده كده البكرة هتتكسر هتتقصف، بس يا ترى انهي بير اللي كنت بتتعامل معاه طول الوقت؟ فاهمين المعنى؟ في ناس يحفرون لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء، ضيعوا العمر كله يحفروا في حتة مفيهاش ماء، وتركوني أنا ينبوع الماء الحي، يعني من غير ما يحفروا ولا حاجة، حكاية واضحة وقريبة، بس سابوني. يرجع التراب إلى الأرض كما كان. تلاحظوا إن احنا في القداس بعد أولئك يا رب، بعد الترحيم أو المجمع، بنذكر ناس سبقونا للسماء، كلهم راحوا البيت الأبدي، منهم قديسين بقى بيوتهم اخر حلاوه هناك، والناس حبايبنا وقرايبنا اللي سبقونا حصلوهم، نتمنى لهم بيوت حلوه كمان. فابونا بيقول اولئك رب الذين اخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في ذلك الموضع، ماشي، ونحن ايضا الغرباء. يبقى بيقول الدور علينا، يبقى هما مشيوا وراحوا بيتهم الابدي استلموا، انا ما استلمتش لسه البيت الابدي. على طول نرد ونقول ايه؟ كما كان هكذا. انا بفهمها على قد تفكيري، عقبالنا يا رب، بفهمها كده، كما كان هكذا يكون، يعني ايه؟ زي ما سلمتهم سلمتنا،
زي ما سكنتهم عندك سكننا احنا كمان، الدور علينا. فكما كان هكذا يكون من جيل الى جيل. يعني احنا عدينا خدنا الانبياء في اول المجمع، دخلنا على العذراء، بعد كده الرسل، بعد كده الشهداء، بعد كده القديسين، بعد كده اللي سبقونا الاسبوع اللي فات، يبقى الدور علينا. فكما كان من جيل الى جيل، يعني ايه؟ ايوه احنا كمان علينا الدور يا رب، لان الانسان ذاهب الى بيته الابدي. عشان كده الحياة الروحية تحتاج ساعات إلى نظرة لتحت ونظرة لفوق. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا دروس من السماء ودروس من الأرض. بصراحة كل ما تبص للتراب تفتكر إن نصك تبع التراب ده، تبص للسماء تقول نصي التاني تبع السماء. فما يصحش أبدا تنشغل بنصك الأولاني، واخد أكتر من حقه قوي، ونصك التاني تهمله. لأن ما بيقول يعود التراب إلى التراب، تعود الروح إلى الله. طيب ده شوية تراب، يعني كده كده ما يستاهلش التركيز معاه، لكن الأبدية دي ده مستقبل، ده اللي يستاهل التركيز. فده ده عاوز شغل. فالواحد كل ما يبص للسماء يعرف مساره، ترجع الروح إلى الله الذي أعطاه. يقول لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شر. صحيح الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي، لكن وانت داخل تورث البيت الأبدي ده، في بقى حاجة اسمها كرسي المسيح. المسيح لو المجد هو الديان فلازم هتعدي عليه عينيك في عينيه، ولو بينكوا حب هتلاقي ابتسامة جميلة أوي، وهتلاقي بيتك جاهز، وهتلاقي فرحتك لا توصف وتدوم معك للأبد. لو طلعت ما تعرفوش، أو هو ما يعرفكش، لو ما قدرتش تبص في عينيه، لو كل اللي انت فاكره عن حياتك أعمال وحشة، تبقى حاجة وحشة. ومينفعش للخلف دور، ما فيهاش للخلف دور خلاص. فهنا معلمنا بولس يقول لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح. اللي مركز في دي بيته الأبدي شاله، وفرحان قوي انه هيبص في وش المسيح. وربنا يسوع طيب قوي، عاوز ينجح مش عاوز حد يسقط. فهتلاقي انه ان حاجات انت ناسيها كويسه فاكرها لك، بس هتلاقي حاجات وحشه انت ما تبتش عنها مع الطلاق. فاحسن تقفل حسابك كويس. لينال كل واحد ما كان بالجسد، ده نفس اللي قاله سليمان، قال هذا هو الإنسان كله، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي. لأن الناس ساعات تتكلم بس على الحاجات اللي بره، الخفي والخفي في حاجات كتيرة خفية، على كل خفي إن كان خيرا أو شر. وإنت بتفكر في شخص عشان تخدمه دي عند ربنا متحوش، وإنت بتفكر في شخص عشان تستغله برضه متحوش. بس دي ليها حل، اللي متحوش ده بس يا رب سامحني تتشال، والتانية خلاص متخزنة، فخليك ناصح. عشان كده ربنا يسوع له المجد وهو على الصليب كإنسان قال الكلمة اللي نتمنى كلنا نعرف نقولها في آخر نفس، في يديك أستودع روح. دي روحه الإنسانية، لأن المسيح له المجد له جسد وله روح إنسانية. ففي يديك أستودع روحي، هو الوحيد اللي ضامن ان روحه في يد الاب، لانه بيرفكت، قدوس بلا عيب. انما احنا كلنا بنقولها برجاء، يا رب في ايدك بسلمك روحي. زي ما استفانوس وهو بيترجم كان بيصلي لربنا، يعني اقبل روحي، قال التعبير ده، قال له اقبل روحي يا رب، وخرجت روحه منه. فلانه عارف ان روحه رايحه للمسيح. روحك دي اللي انت بترجعها لربنا في اخر لحظة، دي كانت اغلى حاجة عندك. هل قدرتها النهاردة ولا ما قدرتهاش؟ عشان تورث بيتك الابدي لازم تكون مقدر قوي روحك من دلوقتي. يا ترى انت بتبص لنفسك ايه؟ البادي ده، الفريم ده اللي من بره، هو ده اللي شغلك باللبس والذهب والمنظر والاسم والمركز ولا في حاجة جوه شغلك؟ روحك هي اللي هتقعد، وروحك هي اللي هتوزن، وروحك هي اللي هتورث، وروحك دي اللي ليها البيت الأبدي.
قد ايه ركزت مع روحك، لان دي اغلى حاجة عندك. في الاخر يقول باطل الاباطيل، الكل باطل من ناحية الارض. التعب الارضي باطل لانه ما كانش في ربنا كفاية. المجد الارضي باطل جدا. العلاقات والانجازات اهي هتبقى شوية ارقام في التاريخ، لكن مش هتفرق لو ما كانتش لصالح ربنا. يقول معلمنا بولس اخضعت الخليقة كلها للباطل. يعني الدنيا كلها ماشية في دوامة لا معنى لها، ناس بتجري وتهري وتاكل في بعض وتحارب بعض وتموت بعض، انما بدل ربنا مش في حياتهم يبقى كله باطل، كله باطل. نحن الذي لنا باكورة الروح، احنا اللي انتبهنا ان احنا ارواح في اجساد، مش اجساد جواها ارواح، احنا اساسا ارواح تتحرك في اجساد، ولسنا اجساد بتجر ارواح. فاذا احنا عايشين بالروح اكتر من الجسد، احنا نئن في اليومين دول ونتوقع التبني في ده اجسادنا. هنا التبني يعني ايه؟ يعني نخلع الجسد ده ونصير بالحقيقة مجد اولاد الله. يعني لما الواحد يخلع جسده يلاقي الملائكة تعظيم سلام وبيعاملوه باحترام فظيع. وهنا كان ملطشة في الدنيا ليه؟ ما هو الجسد ده كان فارق، فأول ما تخلع الجسد تلاقي بقى كرامة مجد أولاد الله. عشان كده يقول احنا متوقعين التبني في ده أجسادنا، يعني مستنين بس نخلع الجسد عشان نشوف العز اللي مستنينا كأولاد الله. أرجع أقول تاني إيه، أنا عاوزكم بس تفتكروا العنوان: الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي. في بيت أنت ما اتخدمتوش كفاية، بس خلونا نطلع ان احنا نفكر بس في هذا البيت الابدي. معمول لك بيت وهدية وبتوضب لك ومش هتدفع في حاجة، وحاجة اخر شياكة، بس ايه مطلوب تركز فيه بس، لإلهنا كل مجد وكرم الابد.